والسلام اسم من أسماء الله جل وعلا، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عند البخاري في كتاب الأدب المفرد من حديث أنس يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض، فافشوا السلام بينكم. فالمنبغي أن يطبقوا هذه السنة في إفشاء السلام بين الناس. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض، فافشوا السلام بينكم. فإنه يستغرب أن يمر المسلم على أخيه ولا يسلم عليه ولا يلقي عليه التحية أو السلام، فإن هذا من الأمور المستغربة. فالسلام كما ثبت عليه وسلم على من تعرف، على من عرفت وعلى من لم تعرف. وقد كان أهل العلم رحمهم الله جل وعلا يفشون السلام في الطرقات، في الأماكن العامة، في الأماكن الخاصة، وذلك اتباعا لمثل هذه الأحاديث: أفشوا السلام بينكم.